بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب التهجد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من تعار من الليل فصلى. باب فضل من تعار، يعني استيقظ أو تقلب أو تكلم، من تعار من الليل فصلى. قال: حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزعي الوليد بن مسلم قال حدثني عمير ابن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعر من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإذا توضأ يعني وصلى قبلت صلاته. وهذا الحديث ما ينبغي أن يحفظ، يعني الإنسان ما يستيقظ من الليل يقول هذه الكلمات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا بعد أن يقول هذا الكلام الطيب، لو استغفر أو دعا استجيب له، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يخصص في قصصه ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول رفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يقول: تبعه عقيل، وقال الزبيدي تبع عقيل في الرواية عن ابن شهاب، وقال الزبيدي: أخبرني الزهري عن سعيد يبدو المسيب والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني بهذا الحديث. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، يعني قطعة حرير، فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خلي عنه. قال: فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حيث في اختصار، يعني فقصصته على حفصة لي أخته حفصة بنت عمر، فقصت حفصة أم المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي الرؤيا الثانية هي الموافقة لهذا التفسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل. قال: فكان عبد الله، طبعا الراوي عن عبد الله بن عمر نافع في هذه الرواية، في رواية أخرى سالم بن عبد الله، وكانوا لا يزالون يخصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، يعني ليلة القدر في ليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تباطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. قول: باب فضل من تعار من الليل فصلى. تعار بمهملة اللي هي الراء اللي هي الـ العين دون نقط، يعني وراء مشددة، تعار
قال في المحكم: تعرى الظليم معرة صاح، والتعرى أيضا السهر والتمطي والتقلب على الفراش. طبعا كلمة لها أكثر من معنى، ولكن المناسب هنا التمطي والتقلب على الفراش أو الاستيقاظ ليلا مع كلام. قال ثعلب: اختلف في تعرى، فقيل انتبه، وقيل تكلم، وقيل علم، وقيل تمطى، وأن من الأنين يعني انتهى. وقال أكثر التعرى اليقظة مع صوت. قال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى تعر استيقظ، لأنه قال من تعر فقال، فعطف القول على التعر انتهى، ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به، يعني بما يتكلم به المستيقظ، لأنه قد يصوت بغير ذكر، فممكن الإنسان يستيقظ فيذكر الله عز وجل، ممكن الإنسان يستيقظ فيتأوه أو يقول يعني كلاما ليس فيه ذكر. فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى، من قال هذه الكلمات من ذكر الله تعالى. وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه، وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته. زي الإنسان اللي بياخد بنج، لو كنا هو مشغول بالدعوة والذكر والعبادة يتكلم يقرأ القرآن يدعو الله، والإنسان مشغول بالدنيا يتكلم بما غلب على قلبه. فأكرم من اتصف بذلك بإجابة الدعوة، فأكرم من اتصف بذلك اللي هو غلب على قلبه الذكر، فإذا استيقظ حتى بالليل يتكلم بهذا الذكر. فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. قول: حدثنا صدقة وابن الفضل المروزي، وجميع الإسناد كله شاميون، وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون، مختلف في صحبته. على الأوزعي أنه قال: حدثنا عمير بن هانئ، كذا لمعظم الرواة عن الوليد المسلم، وأخرجه الطبراني في الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئ. قال: وأخرجه الطبراني فيه أيضا عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، والحافظ الذي يقال له دحيم، يبنى كلمة دحيم يعني لقب، يعني عن أبيه عن الوليد مقرونا برواية صفوان بن صالح، وما أظنه إلا وهما، فإنه أخرجه في المعجم الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن أوزعي كالجدة صحيح يعني. وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وجعفر الفريابي في الذكر عن دحيم، وكذا أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن سليم عن دحيم، ورواية صفوان شاذة، فإن كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان، ويؤيده في آخر الحديث من اختلاف اللفظ، حيث جاء في جميع الروايات عن الأوزعي فإنه قال: اللهم اغفر لي إلى آخره. وقع في هذه الرواية: كان من خطاياه كيوم ولدته أمه، ولم يذكر رب اغفر لي ولا دعاء. وقال في أوله: ما من عبد يتعرى من الليل، بدل قوله من تعرى، لكن تخالف اللفظ في هذا في هذه أخف من التي قبلها، لأن الغالب أن هذه الأحاديث يعني رويت بالمعنى يعني. قوله: له الملك وله الحمد. زاد علي بن المديني عن الوليد: يحيي ويميت. أخرجه أبو نعيم في ترجمة عمر بن هانئ من الحلية من وجهين عنه. قوله: الحمد لله وسبحان الله، إن تقديم الحمد أولا على تسبيح. زاد في رواية كريمة: ولا إله إلا الله، وكذا عند الإسماعيلي والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن معين في الحلية. ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح، لكن عند الإسماعيلي بالعكس، تسبيح أولا سبحان الله والحمد لله. والظاهر أنه من تصرف الرواة، لأن الواو لا تستلزم الترتيب، فكان يقول أمر واسع، لو قال سبحان الله أولا أو قال الحمد لله، يعني ترتيب هذه الكلمات لو، وطبعا محافظة على ما في الصحيح يعني يكون أقرب، ولكن لو قدم شيء من ذلك ففي بعض الروايات يعني تقديم مثلا تسبيح على الحمد، ولكن هنا بدأ بالحمد، فقال: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في رواية: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وبعدين يقول: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو دعا بعد ذلك أو استغفر استجيب، استغفر طلب دعاء بالمغفرة، طلب المغفرة، ولو توضأ فصلى قبلت صلاته. يقول قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، زاد النسائي وابن ماجه وابن السني العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا، كذا فيه بالشك، ويحتمل أن تكون للتنويع، ويؤيد الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ: ثم قال ربي اغفر لي غفر له، أو قال: فدعا استجيب له، شك الوليد، وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: غفر له قال وليد، أو قال:
دعا استجيب له، وفي رواية علي ابن المديني ثم خر بغفر لي أو قال ثم دعا، اقتصر في رواية النسائية على الشق الأول استجيب، زاد الأصيلي له وكذا في الروايات الأخرى. فإن توضأ قبلت صلاته، يعني إن توضأ يعني وصلى، أي إن صلى، وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت فإن توضأ وصلى وكذا عند الإسماعيلي وزاد في أوله، فإنه عزم فقام وتوضأ وصلى وكذا في رواية علي بن المديني. قال ابن بطال وعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن خضر إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. وكان في بعض يعني بعض السلف يعني قال هذا الذكر ثم نام ورأى في منامه يعني من يقول له وهدوا إلى الطيب من القول. قول قبلت صلاته، قال ابن منير في الحاشية وجه ترجمة البخاري بفضل الصلاة وليس في الحديث إلا القبول، وهو من لوازم الصح، أن القبول يعني من لوازم الصحة يعني، ولكن يعني قد تكون صحيحة ولكن غير مقبولة، لا تقبل قبول يعني رضا، فهي تجزئ زي من أتى يعني عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، فمش هيحاسب لأنه تارك للصلاة، ولكن فهي تسقط عن الفرض ولكن لا تقبل قبول رضا. فهنا القبول يعني 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 أعلى من الإيمان مجرد الصحة يعني. يقول ليس في الحديث إلا القبول، هو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أو مفضولة، أن القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره، ولولا ذلك لم يكن في هذا الكلام فائدة. فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل انتهى. يقول الذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة، ومن ثم قال الداودي ما محصله من قبل الله له حسنة لم يعذبه، وهذا مردود عن علي في الهامش يقول ظاهر النصوص يخالفه، ولا يلزم القبول بعض الأعمال عدم التعذيب على أعمال أخرى من سيئات مات العبد مصرا عليها فتنبه والله أعلم. لكن كان بعض السلف بيستدل بقوله إنما يتقبل الله من المتقين، فكان تقريبا ابن عمر كان يقول لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت، إن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يقول لأنه يعلم عواقب الأمور فلا يقبل شيئا ثم يحبطه، وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب، ولهذا قال حسن وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة. فإذا قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول، الفربري الذي يروي عن البخاري أحد رواة الصحيح. قول الهيثم بفتح الهاء وسكون التحتانية اللي هي الياء بعدها مثلثة الثاء مفتوحة وسنان بكسر المهملة ونونين الأولى خفيفة. قوله أنه سمع أبا هريرة وهو يخص في خصصه أي مواعظه، خاص اللي هو الواعظ التي كان أبو هريرة يذكر أصحابه بها. قوله يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم، معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطرد إلى حكاية ما قيل في وصفه فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به من هذه الأبيات. قوله إن أخا لكم هو المسموع للهيثم، والرفث الباطل أو الفحش، والرفث يطلق على الجماع وعلى الكلام الفاحش أو الكلام يعني عما يخص النساء من القول، والقائل يعني هو الهيثم ويحتمل أن يكون الزهري. إذا شق كذا الأكثر في رواية أبي الوقت كمن شق، والمعنى مختلف وكلاهما واضح من الفجر بيان المعروف الساطع، ويقال سطع إذا ارتفع العمى أي الضلالة، يجافي جنبه أي يرفعه عن الفراش، وهو كناية عن صلاته بالليل. وفي هذا البيت الأخير معنى الترجمة لأن التعار هو السهر
والتقلب على الفراش كما تقدم، وكأن الشاعر أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة أخرى أخرجها الدارقطني من طريق سلمة بن وهران عن عكرمة قال: كان عبد الله بن رواحة مضجعا إلى جنب امرأته، فقام إلى جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية وجحده ذلك والتماسها منه القراءة، يعني رضت منه أن يقرأ القرآن يعني حتى تتأكد أنه ليس جنبا، فقال هذه الأبيات، وظنت أن هذه الأبيات من القرآن، فقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقال هذه الأبيات: فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري، ظنت أنها من القرآن، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن بطال: إن قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفثة، ويقصد عبد الله بن رواحة في أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام انتهى، أن الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، بل هو ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة، وبيان ذلك سيأتي في سياق رواية الزبيدي المعلقة، وسيأتي بقية ما يتعلق بالشعر في كتاب الأدب جزء العاشر إن شاء الله تعالى. قول تابعه عقيل، عقيل يروي عن ابن شهاب الزهري، يبقى تابع روي عن ابن شهاب وهو يونس. ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراني في الكبير من طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل ابن خالد عن ابن شهاب، فذكر مثل رواية يونس. قوله: وقال الزبيدي إلى آخره، في إشارة إلى أنه اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيثم، وخالفهما الزبيدي فأبدله بسعيد أي ابن المسيب، والأعرج أي عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج أيضا لقب. ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين، فإنهم حفاظ أثبات، والزهري صاحب حديث مكثر، ولكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له، وكلاهما يعني يونس وعقيل من الجبال يعني في الحفظ، بخلاف الزبيدي ورواية الزبيدي هذه المعلقة، وصلها البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير أيضا من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه، ولفظه: إن أبا هريرة كان يقول في خصصه: إن أخا لكم كان يقول شعرا ليس بالرفث، وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فذكر الأبيات، وهو يبين أن قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفا، بخلاف ما جزم به ابن بطال والله أعلم. قول حدثنا أبو النعمان هو السدوسي، قول إلا طارت إليه سيأتي في التعبير بلفظ إلا طارت به إليه، ويأتي بقية فوائده هناك إن شاء الله تعالى في كتاب التعبير. وقد تقدم في أوائل الأبواب التهجد من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الأولى، القصة الثانية لما رأى أن رجل أن ملكين أخذ به إلى النار فلقيهما ثالث فقال: لا ترع، يعني أبعده عن النار، ولما يعني حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي أن صلاة الليل من أسباب النجاة من عذاب النار. وكان عبد الله ابن عمر يصلي من الليل، هو كلام نافع وقد تقدم نحوه عن سالم، ودول أثبت اثنين في الرواية عن ابن عمر نافع، ونافع أرجح من سالم، نافع مولاه وسالم ابنه. وكانوا أي الصحابة، وقوله أنها أي ليلة القدر فليتحرى في العشر الأواخر، كذا للكشميني ولغيره من العشر الأواخر، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر الصيام. تنبيه يقول: أغفل المزي في الأطراف، اللي هي تحفظ الأشراف معرفة الأطراف، كتاب من كتب المزي. المزي له كتابين، يعني كتاب في يعني زي يعني معجم للرواة، وهو تهذيب الكمال، والكمال لعبد الغني المقدسي اللي هو صاحب عمدة الأحكام، فله كتاب اسمه الكمال يعني في معرفة رجال، جيب رجال الكتب الستة، وحين يذكر غيرهم للتمييز، فاختصروا المزي في كتاب تهذيب الكمال، واختصروا أيضا الحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، ثم اختصروا أيضا في تقريب التهذيب. الكتاب الثاني اللي هو تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لو جايب حديث الكتب الستة يقول مثلا هذا الحديث من أول حديث الأطراف، يعني كتب الأطراف اللي هي تبدأ بالإيه الحديث الأول
يعني همزة ثم همزة وباء مثلا أو همزة وتاء وهكذا، بحيث أن يستطيع أن يصل للحديث ويقول هذا مثلا في البخاري ومسلم، هذا في الترمذي، هذا في النسائي، يذكر موضع الحديث في الكتب الستة، فيقول أغفل مزي في الأطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر، فلم يذكره في ترجمة أيوب عن نافع عن ابن عمر وهو وارد عليه، يعني كأنه يقول مأخوذ عليه ذلك، وبالله التوفيق. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.